بخلاف انه اللي يكونوا معناها لي ديكتاتور يساهموا، هو حتى السياسيين العادي معناها اسسوا حتى واحد شي عبد العزيز العلبي يا اخي ما اسسش الكلوب افريكان وي ستاد افريكان معناها كي كي لو نويو فا لوريجين دي هو اسسوا خاطر كانت هي ولا راك توا رئيس الملعب الافريقي انت هو تبدل شوف يلعب فينا ديفيزيون راهو توا هي تعرف تصوروا ديفيزيون خويا عليك سامي هذا اللي تصور ديفيزيون 3 لا الملعب الافريقي الملعب الافريقي هو النادي الافريقي هو هو في بالي نادر كلاب لا 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 هو الاساس معناه هو هكا هو بدا وتحول اسمه فيما بعد اصولك ضايبه في القدم قدم هذه اقدم من عبد الستار لا في بالي في بالي النادي هو تاسس واسمه الملعب الافريقي وصارت مشكله صارت مشكله في مقابله مع ستاد تونيزوا ستاد تونيزوا مش تونيزوا خاطر فما جمعيات اندثرت لا 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 تحول اسمه كهرباء فما باش نقول لك علاش تحول في العركه هذيك والمقيم العام عام 1900 في مارس 1918 كيما اليوم يظهر فهمتني حتى اليوم ولا غدو ماريا مارس 1918 علق نشاط زوز فرق الى نهايه الحرب العالميه الاولى كي رجعت الحرب العالميه الاولى كي وفات قال لهم لا ماكمش ترجعوا فكيف باش يعملوا جماعه ستاد تونيزوا مشاو لليو اس تي خاطر اليو اس تي موجوده ما عندهاش كيف تكور ما عندهاش ملعبيه وجماعه النادي الافريقي بالملعب الافريقي باش يلقاو حل بدلوا اسمه بدلوا عملوا معناتها تاشيره اخرى نحاو اسم كلوب نحاو ستاد وعملوا نفس اللون ونفس العبيد ونفس اللاعبين نفس اوكي تحياتنا لاكبر نوادي العاصمه الموجودين هما برشا شكرا على تواضعك اربعه خمسه برشا فرق لا بالحق اللي هي في ان سارتان مومون عملت اون بريستاسيون كبيره الاولمبي للنقل الملعب التونسي وغيروا من الفرق الكبيره في العاصمه ولا غيروا في الجهات طبعا في تونس مثلا فما نادي شيمينو نادي شيمينو كان في القسم الوطني وادي الليل وادي الليل كانت في في القسم الوطني طبعا اي بيان سور ومحيط قرقنه وشركه سرعه السيارات تحكي على تونس العاصمه